بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مفاتيح خير وحاملين رسالة الإسلام رسالة المحبة والوئام والسلام. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأكبر الأكبر سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار كفر بكتبه وكفر بالآيات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلم يغفر سكر حبابهم إذا كان الشمس خرجت من مغربها، أي مشرقها يولي مغربها، والدابة خرجت تنظر الكافرين في يخص سوء قلبهم وسوء مصيرهم والعياذ بالله. والمسيح الدجال ربما نحن في تو الان، العصر ما هو عصر يليق بالمسيح الدجال. اذا الحق على راحكم يا عباد الرحمن، فان الله وهم كفار فلم يغفر الله لهم. قال مش فكر هذا الكلمه، قال انت عندك مدخوله، قال اقرأوا لا رد لحب ولا معاقب لحب وغير من الامر. ايش عند المدخول؟ ان كل مخلوق ويجب تربح لله وتتدلل له وتطلب ان يعاشرك بالمغفره ويحصل حالك، بل مدخول حالك الى ابد الابدين. نسال الله الرحمن الرحيم كل تعاسه سواء كانت دنيويه او برزخيه او اخرويه، والسلام على اهل السلام.